بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونغة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوحا عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك، فأضفني يا مولاي وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما، وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي، فاشهدي أني ظاهرا بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.